تقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين في منصتها في جايتكس 2019 هنا العديد من المشاريع والأنظمة الذكية والمبتكرة والتي تقدم خدمات متميزة للجمهور والمتعاملين، وذلك من خلال قطاعات التوطين والعمل والعمالة المساعدة. على سبيل المثال سوق العمل الافتراضي، تطبيق أبشر، وكذلك وجهني. تهدف هذه المشاريع كلها المبتكرة والذكية إلى رفع مستوى تقديم الخدمات للجمهور وخلق بيئة متميزة للمتعامل في تقديم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ورحلة المتعامل من خلال الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة.